السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم طارق صابانا. هذه فيديو بك قصيرة وخفيفة باش ما نطولش عليكم. اليوم رانا الاثنين 22 جوان 2020، دونك اليوم او ماكسيموم يعني في اخر تقدير غدا راح يصدر الرئيس الامريكي والادارة تاعو قرار جديد او مرسوم جديد راح نتحدث عليها في تفاصيل لاحقا. ان شاء الله ما راح يصدر حد شيء، يعني احنا نتمنى ونقولوا ما يكون حتى قرار او حتى قانون، ولكن هو قال راح يصدر قرار او مرسوم لمنع بعض التأشيرات. انا راح ندير لو بوسيبل تاعي باش نقول لكم مش كاين ان شاء الله، ان شاء الله ما يكونش مرسوم هذا. على كل حال درت حكيت عليه وكتبت عليه في المرة الماضية، درت منشور هنا في اليوتيوب واليد في اليد كما يقولوا، وان شاء الله ما يكون غير الخير على كل حال. واش راح نقول لكم اذا كاين جديد راني نوافيكم. الان راح نقرا، على كل حال سخانه راكم تشوفوا راني عرقت سخانه، راح نقرا وكي نلحق للدار نزيد نتاكد من المعلومه، ولا ممكن غدوه ان شاء الله وندير لكم فيديو. ربي يوفقكم ان شاء الله، والسلام عليكم.